قديما يطلعون هوسات اللي هي تشبه الرجز بالشعر الجاهلي وكذا. وبما أنه ما كان كهرباء فكانوا يحملون مشاعل حتى يشوفون دربهم ويطلعون يهوسون هوسات، بس ماكو لطوم ماكو غيره. من اجى الكهرباء استمروا يشيلون شنو؟ يشيلون المشعل. بكربلة على اساس شويه متحضرين قاموا يخلون مشعل ابو الغاز. العراق النجفيين لا، بقت على يعني عروبتهم القديمه، خرقه قماش وعليها نفط اسود ويشعلوها نار حتى يشوف دربه، مو يعني حتى يعبدون النار مثل ما يقولون. فالنجف قديما يعني قبل قرون ما يعرفون اللطم والتطبير والمدري شنو، بس مشعل نار يشوفون دربهم به ويطلعون يهوسون هوسات عربيه يعزون بها امير المؤمنين. اول ما اجى صدام قال هذه المشاعل مظهر متخلف وكذا وممنوع تدخل الى صحن امير المؤمنين، واغلقوا ابواب الصحن على الناس مليانه بالالاف والدخان مال هاي المشاعل، وصارت مشكله في وقتها. هناك قاموا يصيحون شو اسمه ماكو ولي الا علي والريد قائد جعفر، هم عامه الناس. وهذول لغباء الحكم العراقي ولغباء الاعلام العربي حاليا يتصورون يتخيلون ان الشعائر الحسينيه تحركها العمائم الشيعيه. المرجعيه الدينيه يقول هو تحرك هذول. والان ايش يتصورون؟ يتصورون ان احزاب الاسلام السياسي الشيعي هي التي تحرك الجماهير. وهذه دليل على فشل أجهزة مخابرات صدام سابقا وفشل الإعلام العربي حاليا في فهم حركة الناس. هذه الشعائر الحسينية لم تحركها المرجعية الدينية أبدا. كل واحد نعم يمكن يظهر يسلم عليهم كذا، هم يحركوهم مستقبلا. بل لو أن المرجع الأعلى شاء أو أراد أو حكم شرعيا على إيقاف شعيرة من الشعائر لسقط هو، ما حد يستمع له. هذا السيد علي خامنئي مرجع ديني وزعيم دولة، صح؟ زين، من أصدر فتوى عام 93 بتحريم التطبير، استعان على ذلك، يعني هو ما اكتفى بأنه وقع، خلى 70 فقيه شيعي حي معاصر أيضا يوقعون، واستعان من أجل تنفيذ فتوى بحوالي 5000 شرطي شغب من أصحاب الهراوات وهاي الدروع الزجاجية. هاي أنا شفتهم يعني مو قيل لي، في قم عام 93 الصور 94، مع أنه في قم ما كان أكو تطبير، يعني كان قصاراها يمكن 10 يتطبرون 10 أشخاص بس، ما هو صدرة الفتوى الطهران هناك ولا واحد يتطبر. أكو بتبريز أردبيل أصفهان ثلاث مدن، هذا حسب معرفتي أنا، يمكن أكون مدن أخرى نائية ما أعرفها، بس المعروف أنه يقال في تبريز في أردبيل في أصفهان. القوم يمكن 10-20 واحد فقط. بمجرد صدور الفتوى وتوقيع 70 مجتهد عليها بحرمة واضحة تطبير وحرام، نزل أيضا من باب الاحتياط خاف واحد يتجسر ويجي يطبق حوالي 5000 شرطي شغب لابسين اسود ودروع وهاي هراوات. يا اخي خرج الناس من الازقه كالجن، ما ادري كلها جنت الناس الا تطبق خلافا للفتوى. في طهران حوالي 10000 واحد طلع للتطبيق واستمر في تصاعد الى اليوم، هو بسبب هاي الفتوى. هذا وهو سيد ومرجع ديني وزعيم دولة ويا 70 مجتهد، فكيف صدام ابن صبعة يريد يحرم التطبيق؟ هذا الناس شلون تنتظر؟ هنا يقول لك يريد قائد جعفري مو لأنه أكو وعي سياسي وأن هاي المشاعر الدينية الحسينية وكذا تحركهم الأحزاب الدينية وهي تظهر قوتهم في الشارع، أبدا. هذه تأويلات من لا يعرف المجتمع الشيعي حق معرفة